هذا وأكد الرئيس السيسي أن تغير المناخ يظل التحدي الأصعب الذي يواجهنا. وشدد الرئيس السيسي في كلمته على الآثار السلبية التي تطول شتى مناحي الحياة، مشيرا إلى أن البحار والمحيطات ليست بمعزل عن هذه الآثار. يظل تغير المناخ التحدي الأصعب الذي يواجهنا، مما له من آثار سلبية تطول شتى مناحي الحياة، وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار، حيث امتصت المحيطات ما يزيد على 90% من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري بوتيرة متسارعة منذ سبعينيات القرن الماضي، ما ساهم في ارتفاع مستوى حمضياتها وانخفاض نسبة الأكسجين بها وتدهور الحياة البحرية، فضلاً عن التهديد المستمر الذي يمثله ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات على المناطق الساحلية في العديد من دول العالم.